محافظ صلاح الدين يشيد بثمار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وانعكاساته الإيجابية على تطوير الجانب الصحي في المحافظة. تطمينات في صلاح الدين لتوفر الطحين واستقرار أسعاره، وشكاوى من ترد كبير في ساعات تجهيز الكهرباء بلا تطمينات. محللون يرسمون مشهدا متقاربا لاتفاق أربيل عام 2010 لإنهاء أزمة الانتخابات، ورئاستي الجمهورية والنواب مصدر خلافات جديدة. والبالك في أربيل والعامري في الحنانة لتحديد شكل الحكومة المقبلة، وحماية البيت الشيعي بشراكة السنة والكرد والمستقلين.